هذا الطريق راح يجي مرتفع على السكنات مما يجعل حياه الساكنه في هذا المكان جحيم من ناحيه واش من ناحيه المال ممكن يتسرب المنازل هذه سواء مياه أمطار أو حتى مياه صرف صحي في حالة انسداد البلوعات وانسداد هذه القنوات الصرف الصحي وبالتالي الطريق غير مدروس الحي تاعنا يعني اكثر من انه اهملوا الحي يعني راح يفرضوا طريق يعني ماهوش مناسب كامل في, في بالنسبه للحي يعني كانه هذا الناس اللي ساكنين لهنا 40 مسكن لهنا في, في, في حي النصر غير معنيين بالتنميه ولا معنيين بـ بـ باي باي ايجابيات داخل الحي ثاني كيف كيف ما كانش قدروا عندنا مساحه باش يديروا فيها مساحه خضراء يلعبوا فيها دراري ما كلش ما كانش كاين عندنا مشكل ثاني تاع الاماره الخارجيه هذه من نهار اللي لي رانا كل يوم نروحوا البلديه نعاود نولوا البارك تاع البلديه باش يجوا يركبوا لنا لي لومب هادو ليومنا هذا الحياه اللي من اللي ما تنادي